السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم الخياطة عبير الفاسية، قناة المختصة في مجال الخياطة والطبخ وكذلك الحلويات والوصفات. اليوم إن شاء الله معنا واحد كيكة اقتصادية بدون حليب وبدون بيض وبدون ياغورت. فأكثر من هذا الشيء ما بقى لي ما نقول لكم إلا جربوا هذه الكيكة، هذه كتجي بنينة بنينة بزاف، وكتوجد في الخف بدون باتور بدون روينة بلا والو. كلشي كنخلطوه في ساعة وندخلوها الفرن، كتجي عالية كيف كتشوفوا، ومذاق روعة روعة، مذاق ديال البرتقال، كيكة بنسمة البرتقال كتجي رائعة كي كتشوفوها، هشيشة وكتصلح الوليدات اللي كيبغيو الحلويات. هذه شي حاجة ديال الدار اقتصادية وصحية، وتوجد لكم في ساعتها للضيوف الغفلة كذلك. كي كتشوفوا الشكل ديالها رائع، والقوام ديالها هشيش بزاف ورطبة كتدوب في الفم. فلا بغيتوا هاد الكيكه هذه تنجح لكم، فما عليكم الا تبعوا المقادير وطريقه التحضير. وقبل هذا الشيء اللي مازال ما مشتركش يشترك معنا في القناه وضغط على الجرس الاحمر باش يوصلكم كل جديد. وقبل هذا الشيء ديروا لي واحد لايك باش تشجعوني ان شاء الله. ندوزوا للطريقه، غادي نبداو ان شاء الله الطريقه والمقادير في ان واحد ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. في اناء ان شاء الله غادي نوضعوا كاس من العصير ما يعادل 200 مليلتر عسل برتقال، كاس الا ربع زيت نباتيه بمقياس كاس العنبه، ملعقتين من الخل اللي كنخدموه في السلطات، ملعقتين كبار، كاس من السكر ما يعادل 100 غرام، ساشية من سكر الفانيلا ما يعادل 7.5 غرام، كأس من الماء فاتر ما يعادل 200 مليلتر. ندمج مقادير خلاط يدوي جيدا أو خلاط كهربائي حسب الرغبة، رأس ملعقة مركز البرتقال تبقى على حسب الرغبه اللي بغيتو تضيفو ماشي ضروري، رشه من الملح، جوج اكياس من خميره الكيماويه البيكنج باودر ما يعادل 16 غرام، كل كيس فيه 8 دقائق، 3 كؤوس من الدقيق الابيض ما يعادل 300 غرام، ندمج جيدا. وفي هذه الاثناء كنكونوا دهنا اللاطه ديالنا بالزبده او الزيت مرشوشه بالدقيق، ونضعوها في الثلاجه باش تشد لينا داك يعني التفنيد اللي فنينا، ونصبوا عليه الخليط في اطار او اناء على حسب الرغبه. نصبوا الخليط ديالنا، نحاولوا نهزوا في الاعلى، وفي هذه الاثناء كنكون سخنت الفرن جيدا، وندخلوا الطيب من الاسفل على درجه الحراره 180 درجه مده 3 ساعات. نفتحوا عينا ونشوفوها واش طابت، ملي نحشو فيها الكوردون ويخرج لنا ناشف هذاك الساعات نعرفها طابت من الاسفل، ونطلعها طيب من الاعلى قليلا ونطفيو عليها النار. ما كتشوفوا هاد الاثناء راني طيبتها من التحت، ومني طابت مزيان حشيت فيها الكوردون يعني دقيتها طابت ليا مزيان، صافي طلعتها الفوق تحمرات لي واحد شويه تورضات. هذا هو السمك ديالها اللي كيجي بحسب المول ديالي الطويل، نتمنى كان عندكم دوارات تجيكم اكثر على حسب المول. غادي ندهن هذا دابا باش ما بغيتو كونفيتور ولا العسل ولا الشوكولا اللي بالكم، انا حيت فيه هذا الليمون تقدر ندير لها العسل ديال الليمون. غادي ندهنها كما كتشوفوا، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. تبارك الله كتجي منتفخه وعاليه، هشيشه بزاف بزاف من الداخل. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه والذوق ديالكم، كنتمنى انها تنال الاعجاب وتجربوها وتخليو لنا التعليق ديالكم الراي ديالكم فيها في المذاق ديالها. ما عليا نقول لكم عليكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.